اخبارك وي ضيفت عليك جايب لك مالت اليوبي حاجه من الاخير اوه يا الغاليه كيف حالك مية في المية والله سلامتك. الله يسلمك والله سلم الأولاد وتمام 100% والله يسلمك ديما طيب والله والله الواحد يعدي ياخذ برمى على البلاد الوضع بدي حصل له كورة من زمان عن كورة خارج الخطة كيف صار؟ شكلهم دارين دور يا جماعة ها؟ كورونا ولا شكلهم فاضيين يلا شني اعلانهم الحامي ربك يا حول جاي كورونا ما كورونا فاضيين بكل فاضيين بشكل مصدقين جديات حتى الملعب فاضي ها؟ ما فيش حد بكل كلابهم العالم هذا حتى الكورة خشوا فيها يا راس رياضة لا شيء مش عارف كانوا يا راس حتى هم مسكرين يا زكاكين يا كورة لا شيء هاي بحت حتى هذا كمامات اوه شو اخبارك اللهم الله شو جو شو داير شو امورك تمام الحمد لله الحمد لله في نعمة والله الحمد لله شنو امورك علاش لبسها كمان لا حول يدك هذه نصيحة الاطباء يا حمادي نصيحة الاطباء اي نصيحة الاطباء ما فيش خير من ربك في الطب وفي اي حاجة قلت لك شيء يا راجل انت واهم لا قلت لك شيء يا راجل انت واهم الله يسلمك ملتزم بإجراءات الوقاية الحامي ربك ما تدورش موضوع هاي لقيت روحي حصلت بلطة هكي من هنا من هنا لقيت روحي في ليبيا معقولة وصلت بيهم حتى الجامعة؟ شن ساير بس بالضبط؟ لا إله إلا الله
فيك دي. ها الوي يا سلام عبد الله. اوه تعني بيك كان شو في في البلاد؟ شفيك الناس ميتة الناس ماتت. اه الناس تمشي قاعدة ما في شيء. تمام قيسك تحلم يا غالي، احنا بس عليك ان شاء الله يحميدك. ان شاء الله يطلع حلو، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يطلع حلو يا رب.